الجعفري جاءت من منزل الدكتور الجعفري أو من مكتب الدكتور الجعفري بالتحديد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحب أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لأخوي العزيزين الأستاذ نور المالكي وللأخ دكتور أياد علاوي على الاستجابة لهذه الدعوة. كان اللقاء لقاء أخوي، ضم أحاديث متنوعة اتسعت للهموم العراقية المشتركة وللأهداف والطموحات العراقية. كنت سعيد بما سمعت من الأخ الأستاذ المالكي عندما تهج الأهداف المنوي تحقيقها والتحديات الموجودة سواء كانت في الداخل العراقي أو الخارج العراقي، وحرصك كرجل حكومة وعزمة على أن يمضي بالعراق نحو الوضع الأفضل والطموح الأكثر. وكذلك ينبغي أن أسجل شكري للأخ دكتور أياد أنه أيضا تطابق بالفهم، أنا أيضا كذلك كنت معهم متطابقين بالفهم لكل الإنجازات التي ينبغي أن نتحمل مسؤوليتها وندفع بعجلة الحكومة نحو الإنجاز والإسراع في تشكيل الحكومة وتحقيق طموحاتها وتحويل الاهتمامات من قضايا جزئية في التشكيل إلى قضايا استراتيجية تتعلق بمستقبل البلد، مستقبل العراق، وتحقيق أفضل النتائج التي يتطلع ويرنو لها شعبنا العراقي. كنت سعيد ومتفاجئ للتقارب بالفهم الذي يقترب بل يتطابق بيننا عندما كنا نتحدث، وشعرت أن التجربة التي مضت اليوم حققت مشهدا ربما لم يكن مألوف في دول العالم فضلا عن أن يكون مألوف بالعراق، أن ثلاثة من الشخصيات تعاقبت على حكم العراق على مستوى رئاسة الوزراء تجلس وتتحدث، ومن كان يستمع الحديث في داخل الغرفة قد لا يستطيع أن يتصور من هو الآن المتصدي الفعلي ومن هو الذي كان سابقا. فتدرون تجربة رئاسة الوزراء بدلت بالأخ أياد علاوي مرت بي، والآن للأخ المالكي سواء كان في الدورة التي مضت أو الدورة القادمة إن شاء الله تعالى. وجدت أنه الأولويات هي ستكون لإنجاح الحكومة وللإسراع في تشكيل الحكومة والقضايا الاستراتيجية التي تمس الحكومة دون التعثر بالقضايا الجزئية والتفصيلية. وعندما طرحت بعض القضايا ما حد نظر لها لخلفية معينة، شفت الفهم جدا متقارب. أنا أتمنى على الأخوين العزيزين أن أيضا يساهموا في هذه الندوة ويتحدثا بما يراه مناسبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر الجزيل للأخ الدكتور الجعفري على إتاحة هذه الفرصة، والشكر أيضا للأخ الدكتور أياد على ما كان من حديث فعلا يجمع بين خبرات متراكمة لثلاث مراحل مر بها العراق ومرت بها العملية السياسية، ولكل مرحلة كانت تحدياتها وكانت خصوصياتها، ومن مجموع هذه الخصوصيات والتحديات من مواقع متقدمة في التصدي لبناء الدولة وبناء العملية السياسية اكتشفنا وليس جديدا بأن الجهد الذي ينبغي أن ينصب من خلال التجربة التي مرينا بها ومن خلال القراءة التي قمنا بها سوية لكل التحديات ولكل الطموحات والآمال، نعم هناك تحديات كبيرة ولكن لدينا قوة ولدينا إمكانية أن نواجه كل هذه التحديات ونمضي باتجاه عملية بناء الدولة. ولذلك ما يميز هذا اللقاء والحديث هو انصب على آليات ومبادئ وأساسيات بناء الدولة العراقية، الدولة الموحدة القوية القادرة على أن تحمي مصالح العراق ومصالح الشعب العراقي وأن تنفتح على العالم وعلى المحيط وأن تستفيد من قدراتها الاقتصادية في تنمية الجانب الاقتصادي وتوفير الخدمات. المناقشات كانت استراتيجية وكانت أساسية في بناء الدولة ولم يكن هناك اختلاف في وجهات النظر. وعندما انتقلنا إلى بعض الآليات وليس إلى التفاصيل كما تفضل الأخ الدكتور الجعفري وإنما بعض الآليات، وجدنا بأن المؤسسات التي يمكن أن تتشكل في المرحلة المقبلة ستتحول إلى مساحات للالتقاء ومساحات للنهوض كل من موقعه بأعباء المسؤولية التي يجب أن نتصدى لها في بناء الدولة. التطابق في وجهات النظر، التطلعات، الاتفاق على عقد لقاءات أخرى يمكن يتم بها تداول أكثر تفصيل وأكثر تثبيت للانطلاق بالعملية السياسية والانطلاق بالعراق نحو
أهدافنا التي توحدنا جميعا الحمد لله، وقوفنا على مبادئ وأسس ثابتة وأرضية مشتركة هو الذي سيكون عنوان المرحلة المقبلة في تحقيق الكثير مما كنا نصب إليه، ولكن كان يبدو أن تحقيقه صعبا. أنا لا أرى ذلك صعبا ما دامت الأفكار متطابقة والنوايا التي تحدثنا بها كلها تتجه باتجاه العراق وليس باتجاه المصالح الفئوية أو الحزبية أو الطائفية. وانطلقنا أيضا من نظرة أن العراق لكل العراقيين وأن العراقيين جميعا يتساوون في الحقوق والواجبات، ويجب أن يحمي العراق أبنائه سواء كانوا في كل محافظة أو في إقليم ومن كل قومية أو طائفة. وإن شاء الله هذه أيضا واحدة من الخطوات التي تضاف إلى خطواتنا التي قطعناها في مشوار بناء الدولة. وشكرا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة كانت لقاءات، وشكرا للأخ الدكتور الجعفري، لقاءات إيجابية ومثمرة، وتطرقنا إلى أحاديث استراتيجية تتعلق بمستقبل البلد ومستقبل العراقيين، وطبعا جرت أحاديث مرتبطة ببناء الدولة، بتحريك الاقتصاد، ببسط الأمن، وبأن يكون ويعود العراق إلى وضعه السليم إقليميا وعالميا، ليكون لاعب أساسي في المجتمع الإقليمي لبناء استقرار عام في المنطقة. وتوصلنا من خلال الأحاديث إلى رؤى مشتركة، وطبعا من الواضح أن لكل منا تجربة تكمل تجربة الآخر، وبالتالي نستطيع أن نحقق ما يصبو إليه الشعب العراقي بالخروج من عنق الزجاجة إلى رحاب الاستقرار ورحاب التنمية. وهذا إن شاء الله ما سيحصل، واتفقنا على لقاءات مستمرة لحين تشكيل الحكومة، وعلى أن تكون كل المؤسسات التي ستحصل وتتحقق في العراق والتي ستنبثق هي مكملة واحدة للأخرى لبناء مستقبل واعد للعراق والعراقيين. وإن شاء الله لنا لقاءات قريبة لتحقيق هذه الأهداف. والسلام عليكم. شكرا. أحسنتم كثيرا. شكرا.